فكرة كريستيانو رونالدو للبايرن بوجهة نظري منطقية جدا وحلوة. انتشرت أخبار مبارح وتم نفيها اليوم عن احتمالية وجود كريستيانو رونالدو في البايرن وأنه رونالدو ما بده يكمل في مشروع مانشستر يونايتد. بس تعال نحكي في المنطق أنا وإنت من وجهة نظري. رونالدو عمره 37 سنة، يعني قرب للاعتزال. صعب يتواجد بفريق رونالدو لساته عم بيبني بحاله وجاب مدرب جديد بده يشوف المشروع تبعه. وجود كريستيانو رونالدو مع البايرن رح يعطيه فرصة كتير أكبر في تسجيل الأهداف ويكون عددهم أكبر، وطبعا على الأقل فوز الدوري الألماني، ورح يكون واحد من الأسماء المرشحين في فوز دوري أبطال أوروبا مع قدوم ماني. وقدوم رونالدو رح يسرع عملية بيع ليفاندوفسكي لبرشلونة. مانشستر يونايتد حاليا بلعب بالدوري الأوروبي، جاب مدرب جديد وبده على الأقل موسم لحتى يتأقلم اللاعبين مع المدرب. والنقطة الأخيرة والأهم، ما في صفقات تدعم الفريق والمشروع مع تين هاج. وجهة نظري واللي بشوفه منطقي رونالدو إلى البايرن. هل صار دورك تحكي لي أنت وين بتشوف مستقبل رونالدو؟